معانا أستاذة أميرة من القاهرة. أيوة اتفضلي يا أستاذة أميرة. عندي مشكلة بعاني منها بقالي 5 سنين. اتفضلي. احنا 3 بنات وولد. البنتين متجوزين وانا كنت متجوزة وما حصلش نصيب والطلاق. نعم. كنا عايشين في بيت واحد فهو مدمن. بابا مدمن؟ قلب معي ان هو بقى يضرب امي وبهدلني وان هو يمشينا بره البيت وما كانش في حد بيقف لنا خالص. طب معلش انت يعني دلوقتي معلش انت احنا دلوقتي قلنا احنا عندنا 3 بنات وولد. ايوه. وقلتي بابا حاجه وانا ما سمعتهاش. بابايا متوفي الله يرحمه. مامتي عايشه. طيب وبعدين؟ هو دلوقتي انا اتجوزت حاليا هو دلوقتي بيضرب امي وماشيه من البيت. وانا دخلت مصحه بدل مره 2 وبرده بيخرج هو. يعني اخوكي هو اللي مدمن. انا سمعت مدمن. أيوه. صح اخوكي هو المدمن. أيوه. وانت دخلتيه مصحه؟ دخلته مرتين. ما هو لو دخلتيه مصحه بغير ارادته هيخرج ينتقم منك. ما هو انا بقالي 4 سنين ما كنت عايشه معاه. يعني كان بيقول كلام ما ينفعش ان هو يتقال تماما. علاقته ما هو بنتي لازم أسفة. ما هو في أيوة. حاجه مهمه جدا جدا في علاج الادمان. احنا لان هو لما كنا بنزوره ويقول انا كويس مفيش اي حاجه ونخرجه ياخد فتره العلاج بتاعته ونخرجه. طيب بس اساليه دلوقتي مبهدلنا خالص. طبعا انا قلبي انا اي اسره فيها مدمن انا قلبي معاها. انا قلبي معاها جدا جدا جدا. ومش ممكن ابدا اجي في الاسره دي واجي احاسبهم انتوا عملتوا ايه غلط عشان الابن يطلع كده. انا شايف ان الادمان مسؤوليه. انا شايف الادمان عانيت معاه كتير. اتفضلي. انا شايف ان الادمان بالدرجه الاولى مسؤوليه المدمن. فانت دلوقتي قولي لي استاذه اميره اساليني سؤال بقى يا استاذه اميره. انا دلوقتي احنا عندنا البيت بتاعنا واحنا 3 بنات عايزين نبيع البيت دوت. والدتي قالت لا احنا مش هينفع نبيعه. هو دلوقتي لو والدتي بعد عمر طويل مش هيدينا حاجه. مش هيدا احنا لو رفعنا قضيه والدتك مش عايزاكم تبيعوه ليه؟ هو نعم؟ والدكم دلوقتي مش ده ميراثكم من والدكم؟ ايوه. طيب هي مش عايزاكم تبيعوه ليه؟ عشان مش عايزانا نتفرق. طيب انا بس انا بس في الحالات في حالات ان يكون في مدمن والمدمن دوت ممكن لادمانه المساله بتبقى صعبه شويه. بتبقى صعبه ليه؟ لان هي انت طب بتساليني عن ايه بقى؟ انا عايز اعرف احنا رفعنا قضيه يبقى عايزه ولا يبقى في مشاكل؟ طيب انا لا هي في مشاكل. لا انت اسالي يعني خليني اعدل السؤال وتقولي لي يعني ايه لو رفعنا قضيه ده حلال ولا حرام. اقول لحضرتك اول حاجه بس ان لازم تعرفوا ان اذا كان ده ميراثكم فده حقكم وانتوا عندكم ذمه ماليه مستقله حتى عن والدتكم. يعني انت عندكم ذمه ماليه مستقله. والدتكم لازم تعرف ان مساله ان انتوا عايزاكم تبقوا مع بعض وما تتفرقوش. احنا دلوقتي عندنا مشكله. احنا عندنا شخص مدمن ممكن في لحظه من اللحظات بسبب ادمانه يبيع البيت دوت لاي سبب من الاسباب على ان هو ملكه. يزور اوراق يعمل اي حاجه ونبص نلاقي الناس دول ما لاقوش حقهم. فانا كلامي دلوقتي للام لو سمحتي سيبي اولادك يحصلوا على حقهم. واضح ان انت عايزه تجمعيهم حتى عشان تحافظي على هذا الشخص لانك انت لن تستطيعي ان انت تتحمليه لوحدك. صدقيني طول ما هو عنده امكانيه ان هو يبقى عنده فلوس مش هيبطل ادمان. لازم هو يقرر ان هو يبتعد عن هذه القذورات وهذه المصيبه اللي هو فيها مصيبه الادمان دي. فلذلك ببساطه خالص سيبي أولادك ياخدوا حقهم من ميراث أبوهم. أو بالتحديد سيبي بناتك ياخدوا حقهم من ميراث أبوهم. ممكن واحدة بالميراث دي تتستر. واحدة بالميراث دي يتوسع عليها. ما تدمريش وما تضيقيش على حياة حد عشان حد. الأمر التاني ده حقهم. ده ميراثهم. هم خلاص بقى ده ملكهم. فما تمنعهمش إن هم ياخدوا حقهم. إذا كنتوا قادرين تبيعوا البيت بيعوا البيت. حقكم حقكم.
لو عملتوا كده هل تكونوا عاقين لأمكم؟ لا، بالعكس، انتوا في حالتكم دي مناسب جدا 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 ان انتوا تحصلوا على حقكم عشان ما يحصلش فيه مشكلة.